بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ على بركة الله. أولى محاضرات مادة Logic Circuits الخاصة بطلبة جامعة البصرة كلية الهندسة قسم هندسة الحاسبات. معكم دكتورة فرح عباس ناصر. رح ناخذ اليوم الجزء الأول من Chapter 1. Chapter 1 رح يكون عندنا بواقع محاضرتين 2 Lectures. Lecture 1 راح تكون عبارة عن Digital Systems and Binary Numbers، راح نتكلم فيها عن مفهوم الأنظمة الرقمية وما المقصود بها وما المقصود بالأنظمة الثنائية والمختلف الأنظمة، وكذلك راح نتعلم طريقة الكاونتينج اللي هي العد in different number systems، راح ناخذ أنواع مختلفة من الأنظمة وراح نتعلم طريقة الحساب بهذه الأنظمة المختلفة. كل هذا راح ناخذ إن شاء الله في Lecture 1. إن شاء الله المحاضرة القادمة راح تكون عبارة عن Arithmetic Operations اللي هي العمليات الرياضية، Complements of Numbers اللي هي المتممات للأرقام، وأخيرا راح نأخذ Binary Logic Gates اللي هي البوابات المنطقية. فهذه راح تكون المفردات Chapter 1 من هذه المادة. نبدأ في البداية، يجب أن نأخذ فد لمحة بسيطة عن مفهوم أو ما هي Digital Systems، ما المقصود بالDigital Systems and Binary Numbers. بالبداية احنا نعرف انه النظام الرقمي الديجيتال سيستم هو عبارة عن مجموعة من الالكترونيك ديفايسز، يعني مجموعة من الاجهزة الالكترونية، قد تكون الكترونية فقط، قد تكون ميكانيكال الكتريكال الكترونيك، يعني ممكن تكون مكونة من مجموعة من الاجهزة مع بعضها تؤدي في تاسك معين، تؤدي في وظيفة معينة، وبالتالي تعالج البيانات، نسميها المعالجة راح تكون بشكل رقمي يعني بشكل ديجيتال. فالأنظمة الرقمية لها استخدامات متعددة، ومما لا شك فيه الاستخدامات الكثيرة في الوقت الحاضر في الوقت المعاصر بالتكنولوجيا، بواقع الاستخدامها ممكن تكون في جميع ظروف الحياة، في جميع جوانب الحياة، ممكن تستخدم في البزنس ترانسكشنز يعني بالعمليات الخاصة بالتنقلات النقل الأعمال، أو بالترافيك كونترول، أو بالسبيس كرافت جايدنس يعني بالأنظمة الخاصة بالفضاء، أو بالميديكال تريتمنت أنظمة العلاج الطبية، الوذر مونيتورينج مراقبة جوية، وإلى آخره. يعني إحنا نعرف في الوقت الحاضر إحنا في عصر التكنولوجيا، فبالتالي جميع الأنظمة اللي نتعامل بها بالحياة العامة هي عبارة عن ديجيتال سيستمز، أو قد تكون أغلبها يعني هي عبارة عن ديجيتال سيستمز. فنريد نعرف طريقة تعامل الحاسبة كجهاز آلي مع هذه الأنظمة، شلون راح تتعامل الحاسبة؟ أكيد يعني أكو في الطريقة معينة، الحاسبة هي عبارة عن جهاز مصنع من قبل البشر، ما راح تفتهم اللغة اللي يتحدثها البشر بنفس الطريقة اللي إحنا نتحدث بها، لازم أكو في لغة حوار، لازم أكو في ميكانيزم معينة، فد أسلوب معين نتبعه بالبرمجة حتى تفتهم الحاسبة الإعاز المعين أو الكود المعين أو الرقم المعين إلى آخره. فراح يكون عندنا ما يسمى بالنمبر سيستمز اللي هي الأنظمة الرقمية. الحاسبة ما تفتهم الكلام اللي احنا نتكلمه لغة البشر بالشكل الطبيعي، يسموها الهاي ليفل لانجويج يعني اللغة المستوى العالي، وإنما تحتاج تحويل الهاي ليفل لانجويج لغة المستوى العالي إلى لو ليفل لانجويج، نحتاج نحول لغة الكلام من مستوى عالي إلى مستوى واطئ حتى تقدر الحاسبة تتعامل ويا البيانات المعطاة إلها والمطلوب من عندها المعالجة مالتها. فرح نتكلم اليوم عن أول مبدأ أو أول مفهوم لازم نتعلمه اللي هو Number Systems اللي هي أنظمة الأرقام. إحنا بالحياة الطبيعية بالحالة العامة إحنا نعرف عندنا النظام العشري، النظام العشري اللي هو الرقم مكون من 0 إلى 9، اللي هو مكون من 0 1 2 3 4 5 إلى أن أوصل إلى رقم 9. ورا ما أوصل إلى 9 راح أبدي أعد من جديد، أعد 10، فكأنما من أكتب 10 أكتبها 0 1، يعني أبدي أعيد الآحاد تصير 0 والعشرات تزداد بمقدار مرتبة واحدة. بعدين من أجي أقول 11 راح يصير 1 1، يعني من أكتب رقم 11 راح الآحاد راح يرجع يزداد 1، وكأنما جاي أستخدم نفس الأرقام اللي استخدمتها من 0 للـ9 مع زيادة مرتبة بالعشرات.
من أخلص لمرتبات العشرات أنتقل لزيادة مرتبة المئات وهكذا. فهذه هي الأرقام اللي إحنا متعلمين عليها وطريقة الحساب مالتها المألوفة إن كبشر. هذا النظام البسيط يسمى بالديسيمال نمبر واللي هو النظام العشري. النظام العشري مكون من 10 مراتب تبدأ من 0 وتنتهي بالرقم 9. هذه هنا مكتوبة عندكم من 0 إلى 9. مثلا على سبيل المثال هنا عندنا الرقم the number 2025 مثلا على سبيل المثال، أو في الحقيقة هنا بس أطلب من عندكم تصحيحه، هو مو 2025 العفو، هو المفروض يسوي هنا عندنا فتح خطأ بسيط هسه راح نوضحه. 2025 هو عبارة عن رقم بالديسيمال، أريد أكتبه بصيغة أخرى أعرف منين أصلا شلون يتكون هذا الرقم. فأجي أباوع على الرقم مكون من 4 مراتب مكون من آحاد عشرات ومئات وألوف. فجزء الآحاد هي عبارة عن المرتبة الأولى اللي هي يعني خلينا نقول هي عبارة عن المرتبة رقم 0، بعدين العشرات اللي هي راح تكون 10 يعني المرتبة 1، بعدين المئات اللي هي المرتبة اللي بيها عدد الأصفار 2، بعدين المرتبة الألوف اللي هي بيها عدد الأصفار 3 وهكذا. يعني هاي خلينا نقول الأساسيات اللي احنا متعودين عليها من الصغر. فمن أجي أكتب هذا الرقم راح أجي أقول هو عبارة عن 2000 هي عبارة عن 2، هذه هي 2 مضروبة وكأنما في 10^3 اللي هي في 10^3 معناتها 1000، في 2 فمعناتها شقد؟ معناتها 2000 اللي هي هذه، زائد الصفر. الصفر وين صاير؟ صاير بمرتبة المئات، فهو وكأنما هو 0 في 10^2، يعني 10^2 يعني وكأنما هي في 100، والرقم اللي أصلا عندنا إياه هو 0 فيصير 0 في 100 وبالتالي هو 0. بعدين زائد مرتبة العشرات اللي هي 20، احنا مو نقرأ هذا 25 فهو 20 معناته هي عبارة عن 2 في 10^1، يعني عندي 0 1 فقط، والخمسة الأخيرة اللي هي فقط بالآحاد ما بها أي صفر فهي عبارة عن 5^0، وأي رقم أرفع للأصفر معناته 1 فبالتالي هي معناته 5. فمن أجي أكتب 2025 هي عبارة عن 2000 زائد 0 في 10^0، أي رقم ينضرب بصفر هو معناته 0، زائد 2 في 10^1 معناته 20، زائد 5 في 10^0 معناتها 5. هنا أنا خطأ بسيط واحد اللي هو هنا أنا كاتبيكم إياها ويساوي 2005، هي المفروض 2025 بس هذه صححونا إياها، هذه تصير بدل ما 0 تصير 2. فهذه طريقة بسيطة جدا في التعامل مع الديسيمال نمبر. لا نأخذ مثال آخر اللي هو رقم مكون من رقم صحيح ورقم 20 اللي هو 250.36. ف طريقة التعامل ويا الأرقام بهالشكل هذا شو راح تصير؟ نفس المبدأ بالنسبة للجزء العشري اللي هي الخاص ما بعد قبل الفارزة العشرية اللي هو 250، أيضا نفس الشيء. هنا أنا أجي أقول الرقم مكون من كم مرتبة؟ مكون من 3 مراتب اللي هي الآحاد والعشرات والمئات. فإذا هي المئات 2 في 10^2 اللي هي 100، فإذا 2 في 10^2 زائد جزء الخمسة اللي هي جزء العشرات فمعناتها في 10 مضروبة فهي 5 في 10^1 زائد 0 في 10^0، يعني معناتها هو كأنما هو 1 بس هو لأن عندنا الرقم أصلا هو هنا 0 فصار 0 في 10^0 يعني 0 في 1 وبالتالي هو 0. طالما عندنا هنا رقم مكتوب بعد الفارزة العشرية اللي هو 0.36، هنا شو راح يصير تمثيل هذا الرقم؟ راح أمثل الرقم، أبدي الحساب مالتي من بعد الفارزة العشرية، أخذها مرتبة مرتبة. 3 في 10^-1 راح تصير، وكأنما جاي أبين إنه أنا عندي مرتبة أولى بعد الفارزة العشرية، فبالتالي يصير أسها ناقص 1، تصير 3 في 10^-1. زائد المرتبة الثانية راح يزداد الأس بس بياجه بالجزء السالب، فيصير 6، الرقم اللي عندي إياه هو 6 في 10^-2. لو كان عندي بعد مرتبة مثلا عندي مثلا على سبيل المثال هنا 5 فصير 5 في 10^-3 وهكذا. فإذا لازم نميز ما بين الأرقام لما تنكتب بالجزء الصحيح يعني رقم صحيح واللي هو الانتجر يسمونه، والأرقام اللي راح تكون مكتوبة بالجزء العشري لازم تكون أسسها الأسس اللي موجودة بيها تكون
بالقيمة السالبة. فبالتالي 2 في 10 للأس 2 وكأنما هي 200، زائد 5 في 10 أس 1 وكأنما هي 50، يعني أضربها، يعني مجرد عملية حسابية بسيطة. 0 في أي رقم فمعناته 0، و 3 في 10 أس ناقص 1 هي معناته 0.3، 6 في 10 أس ناقص 2 هي 0.06. فبالتالي هذه مجرد عملية حسابية بسيطة راح أحسبها، فبالتالي 200 زائد 50 هي 250، زائد 0 هذه 250 تبقى، وهنا أنا عندي 0.36. فإذا رجع هذا الرقم بالديسمال نفسه اللي هو طلب من عندي تحويله بالبداية، أو مجرد تمثيله يعني مو تحويله. فهذه طريقة كتابة الأرقام بالديسمال لما يكون رقم صحيح أو لما تكون بيها رقم صحيح زائد رقم 10. وهنا أنا كاتب لكم إياها كجنرال رول، كقاعدة عامة لتحويل أي رقم لأي نظام بمكون من أي، مثل لكم إياه برمز أي بالإشارة إلى أنه هو أي رقم، وبي بوينت بفارزة عشرية، فبي رقم صحيح هذا راح يكون جزء صحيح، بعدين اللي ما بعد الفارزة العشرية راح يكون الجزء الفراكشن اللي هو الجزء العشري. فراح تكون طريقة التعامل ويا هذا الرقم، راح أخذ كل بت وأضربه في الأساس في الN. الN يقصد بيها البيز مالت هذا الرقم، يعني إذا كان رقم عشري فأساسنا 10، إذا كان رقم مكتوب بنظام آخر إن شاء الله راح نأخذ اليوم أنظمة أخرى غير النظام العشري، وراح نشوف شنو نقصد بالN اللي مكتوبة هنا بالمعادلة. فأي رقم معناته أي بيز، أي قاعدة، يعني أي نظام ينطيني أنا أقدر أستخدم نفس هذه القاعدة، راح نتعلم عليها إن شاء الله. فهذا بالنسبة للنظام العشري ما عندنا به مشكلة لأن إحنا متعودين عليه، وهي طريقة الحساب اللي إحنا خلينا نقول فاميليار وياها، مألوفة بالنسبة لنا. النظام الثاني اللي النظام اللي هو أكثر شيوعاً وأبسط استخداماً واللي هو أبسط شيء تستخدم الحاسبة وأكثر شيء تستخدم الحاسبة بنفس الوقت اللي هو الباينري سيستم. قلت لكم من البداية، بداية هذه الليكتشر، قلنا إحنا الحاسبة ما تفتهم لغة البشر. لغة البشر اللي هي الهاي ليفل لانجوج، لغة المستوى العالي، الكمبيوتر ما يفتهم هذه اللغة. من أجي أكتب كلمة، من أجي أكتب رمز، من أجي أكتب حروف بالكيبورد، كلها ما تنفهم إلا إلى أن تتحول إلى فد كود معين، فد طريقة معينة متكونة من سيكونز من البتات اللي هي الزيروز أو الوانز، يلا تقدر تفتهمها الحاسبة وتعالجها بطريقة وآلية معينة راح نتعلم عليها شيئا فشيئا. فأول نظام بسيط راح نتعلم عليه والأساس عمل الكمبيوتر اللي هو الباينري سيستم، واللي هو يسمى بالنظام الثنائي. باينري يعني يقصد به ثنائي. شنو أقصد بالنظام الثنائي؟ أقصد به النظام اللي يتكون من 2 bits only، يعني يتكون فقط من zeros and ones، فقط من أصفار واحدات. يعني النظام الباينري سيستم ما راح أشوف بيه اللي موجود بالنظام العشري اللي هو الثلاثة والأربعة والخمسة والستة وكذا، هاي الأرقام ما راح أشوفها بشكل أرقام صريحة، وإنما راح أخذ الأرقام وأحولها إلى فد فورما ثانية تنفهم وكأنما هو رقم 9 بس بالباينري، رقم 10 بس بالباينري بصيغة أخرى، مو بالصيغة اللي إحنا نكتبها نفسها بالديسمال، راح نتعلم عليها اليوم. فهسه أول موضوع رح نأخذه طريقة التحويل من الباينري إلى الديسيمال كونفرشن. أريد أحول رقم مكتوب بالباينري سيستم، أريد أحوله إلى الديسيمال سيستم، يعني أحول من نظام ثنائي إلى نظام عشري. فتلاحظ هنا أما يكتب لك يا باينري تو ديسيمال، أما يكتب لك يا بين قوسين رقم 2 صغيرة سوبر سكريبت، يعني أقواس كبيرة، وهنا أكو عندك رقم 2 صير تحت السطر يعني بشكل صغير، بالإشارة إلى أنه هذا الرقم مكتوب بلغة الباينري والمطلوب تحويله إلى الرقم اللي مكتوب بالنظام العشري، أو يكتبه رقم 10، إشارة إلى الديسيمال. فأي رقم ديسيمال حتى أحوله من باينري راح أتبع في قانون عام في طريقة معينة، اللي هو أول ديجيت دي معناته ديجيت اللي هو البت، البت الأول. شلون قبل قليل أخذنا الأرقام وحولناها ديجيت ديجيت، بت بت تعاملنا وياها، هنا أنا نفس الشيء أخذ الرقم الأول. طالما إحنا جاي نتكلم عن نظام باينري يعني نظام ثنائي، يعني دائما أساسنا هو 2، هو الرقم 2، لأن إحنا جاي نتكلم عن الباينري سيستم. لما كنا نتكلم بالنظام العشري يعني أساسنا الرقم 10، فتكلمنا عن الأساس 10. لما نتكلم عن الباينري سيستم راح نتكلم عن الأساس 2، ونفس القاعدة تماما راح أتبعها. يعني لما أجي أريد أحول رقم من الباينري إلى الديسيمال، راح أخذ الرقم أول بت أضربه في
كنت بالبداية كنت بالديسمال أحول الرقم أضربه في 10 وحسب مرتبته، يعني حسب موقعه بالرقم، مثلا بالآحاد لو بالعشرات لو بالمئات لو بالألوف، وأحسب عدد الأصفار وهكذا. نفس الشيء هنا بالباينري، نفس العملية نفس السياق راح استعمله، ما عدا شغلة واحدة فرق، أنه راح يكون أساسنا هو رقم 2. ليش رقم 2؟ لأن إحنا جاي نتعامل ويا الباينري سيستم، النظام الثنائي. خلينا ناخذ فد مثال يوضح هذه الحالة. Find the decimal value، أوجد القيمة العشرية لهذا الرقم. هسا هذا الرقم مكون من مجموعة من الزيروز والوانز، وكاتب لي رقم 2 صغيرة. شوفون هذه رقم 2 الصغيرة، هذه إشارة إلى أنه هذا الرقم هذا مكتوب بالنظام الباينري. هذا الرقم مكتوب بالنظام الباينري. فأكو مجموعة من المبادئ نتفق عليها من البداية. إحنا عندنا هاي الأرقام، حتى أجي أتعامل وياه راح أقول هذه طبعا هنا كل رقم واحد، أما أسميها ديجيت أما أسميها بت، يعني سواء واحد أو سواء كانت صفر، كوحدة خزن هي واحدة فقط، يعني سواء كانت واحد أو كانت صفر أسميها بت. البت هي أصغر وحدة خزن بالحاسبة، خزن البيانات، لو أخزن واحد لو أخزن صفر، فأصغر وحدة خزن بالكمبيوتر هي إما هي تسمى بالبت. ف البتات راح ترقم من اليسار، العفو من اليمين لليسار، يعني من هذا الاتجاه من اليمين إلى اليسار، فهذا يسمونه البت زيرو، هذا بت واحد، هذا بت اثنين، هذا بت ثلاثة، هذا بت أربعة، هذا بت خمسة، إذا كان عندي هنا بعد بت يصير بت ستة، بت سبعة، بت ثمانية وإلى آخره. فإذا طريقة ترقيم البتات من اليمين بت زيرو إلى أقصى اليسار حسب الرقم مالتنا، نبدي بيها من اليمين، اليمين هو راح يكون رقمه زيرو. فتلاحظون هذا الرقم اللي هو 1 1 نفسه، هذا راح يجي نزله بجدول 1 1 1 0 0 1، هذا نفسه رقمنا إياها 2 للأس 0، 2 للأس 1، 2 للأس 2، 2 للأس 3، 2 للأس 4، 2 للأس 5 وهكذا. لو كان عندي بعد أرقام راح تصير 2 للأس 6، 2 للأس 7 وتستمر. فتلاحظون الأرقام مين بدأت ترقيمها؟ بدأت ترقيمها من جهة اليمين إلى اتجاهنا إلى جهة اليسار. فبالتالي حتى أعرف قيمة هذا الرقم العشرية المكافئة لهذا الرقم الموجود حاليا بالباينري، راح أجي أقول معناته من كتبناها الجدول بهالشكل هذا، كل واحد شقد يكافئ بالقيمة بالباينري، أجي أقول هي معناتها البت الأول أو الديجيت الأولى واحد. هسه هنا مو قلنا الديجيت الأولى، الديجيت الأولى واحد، في شقد يكافئها؟ في 2 للأس 5، زائد الديجيت الثانية همين واحد، في شقد؟ في 2 للأس 4، زائد أنزل البت الثالث اللي هو الديجيت الثالث واحد، في شقد؟ في 2 للأس 3، زائد البت الرابع اللي هو شقد؟ 0، في 2 للأس 0، زائد 0 في 2 للأس 1، زائد 1 في 2 للأس 0. هنا عندنا بتين مضروبات بصفر، فبالتالي نتيجتهم راح تكون 0، والبقية راح أحسبهم حساب اعتيادي بالكالكوليتر، فراح تكون النتيجة هذا الرقم بالباينري يعادل 57 بالنظام العشري. إذا تحسبها بالحاسبة وتتأكد من عدها المفروض يطلع 57. فإذا هذه الطريقة لتحويل الرقم من الباينري لمن؟ للديسيمال. إذا أعطاني رقم بالعكس، إذا أعطاني إياه من الديسيمال وطلب تحويله لمن؟ للباينري، إيش راح أسوي؟ أخذ الرقم اللي نعطيني إياه وأقسمه على 2. ليش أقسمه على 2؟ لأن الأساس اللي مطلوب إلى التحويل إلى هو منه؟ إلى الباينري هو 2، فأساسنا هو 2، فأقسم الرقم على 2. إذا أول شيء، أول خطوة divide the number by 2، أخذ الرقم وأقسمه على 2. زين، هسا مثلا على سبيل المثال أنطاني 13 من 20 ويطلب من عندنا تحويلها إلى نظام الباينري، فرح أقول 13 على 2 هي 6، نتيجتها 6 والباقي 1، ويمثل البت الأول اللي هو من اليمين 0، البت رقم 0. بعدين أجي أخذ الستة، شوف العملية إيش راح أصير، get the integer quotient، راح أخذ الانتجر quotient هذا الرقم الصحيح مالت الكوشنت ناتج القسمة، وأرجع أقسمه من جديد على 2. أرجع مرة ثانية أعيد نفس العملية، أقسم الرقم مال ناتج القسمة اللي قبل قليل طلع عنا وأقسمه على 2، فستة تقسيم 2 شقد راح يساوينا؟ 3، والباقي الباقي 0، ويمثلني البت الأول. بعدين راح استمر بالعملية،
راح أقول 3 تقسيم 2، 3 على 2 هي 1 والباقي 1 واللي يمثلنا البت رقم 2. بعدين أستمر 1 تقسيم 2 أخذ النتيجة أقسمها 1 تقسيم 2 إلى أن أوصل إلى نتيجة القسمة تساوي 0، يلا أتوقف بهاي المرحلة. يلا أتوقف أقول هسه هنا 1 تقسيم 2 هي 0 والباقي 1، أوكي 0 والباقي 1، إذا هنا نتوقف. إذا حتى نكتب رقم 13 بالعشري حتى نكتبه بالباينري هو عبارة عن 1101. وإذا تلاحظون شوفوا هنا الأرقام أنا كاتبت لكم إياها 0 1 2 3، شلون قبل قليل قلت لكم هاي الأرقام هي 0 1 2 3، بهالشكل هذا نكتبها من الأسفل إلى الأعلى، لأن هي اللي تكون بجهة اليمين راح تكون بترقم 0، بعدين اللي يجي بعدها على اليسار بترقم 1، بعدها على اليسار بترقم 2، بعدها على اليسار بترقم 3. فإذا أريد أكتب الرقم أكتبه بشكل 1، وهذا من اليسار لليمين، شوفوا 1 1، هذا 1 1، بعدين 0 1 0 1. فإذا لما كان عندي رقم وراد عندي هذا الرقم بالديسيمال وراد من عندنا تحويله إلى الباينري، راح أقسمه على 2 وأستمر كل مرة أقسمه على 2 إلى أن تكون ناتج القسمة يساوي 0. يلا نتوقف عن القسمة ويكتب الرقم من الأسفل إلى الأعلى، أوكي؟ فبالتالي إذا رقم 13 بالديسيمال يعادل 1101 بالباينري. هذا مثال آخر، إذا كان 174 بالديسيمال نفس العملية، بس مجرد أنه شوية الرقم راح يكون يعني كبير. 174 على 2 راح تتقسم هي 87 والباقي 0. 87 أرجع أخذها أقسمها من جديد على 2 راح تكون 43 والباقي 1. أرجع 43 أقسمها على 2 هي 21 والباقي 1. 21 تتقسم على 2 هي 10 والباقي 1. 10 تقسيم 2 هي 5 والباقي 0، وهكذا إلى أن أوصل إلى 2 تقسيم 2 هي 1 والباقي شقد؟ والباقي 0. بعدين أرجع أخذ الواحد، 1 تقسيم 2 أنا قلت يمتى نتوقف؟ نتوقف إذا طلعت نتيجة القسمة تساوي 0. شو وقت ما صار نتيجة القسمة تساوي 0، يعني جزء الانتجر هذا جزء الانتجر إذا طلع يساوينا 0، يلا أتوقف. وإلا إذا ما طلع يساوي 0 لأستمر جزء الانتجر، أأكد على جزء الانتجر لأن رح ناخذ في مكان آخر، لا رح ممكن العملية تتوقف. بس شو وقت هنا إذا شو وقت ما صارت نتيجة القسمة تساوينا 0 أتوقف ويكتب الرقم اللي هو عبارة عن حقل الريمايندر المظلل أمامكم من الأسفل إلى الأعلى، يعني 174 بالديسيمال تعادل 1 1 0 1 0 1 1 1 0، هذه هي 1 0 1 0 1 1 1 0 اللي هي 174 بالنظام العشري، ايش قد تعادل لنا بالنظام الثنائي. وهذه كاتب لكم اياها بشكل عام كقاعده عامه. اذا كان اريد احول اي رقم اي رقم، يعني احنا هسه احنا ذكرنا قبل قليل النظام الديسيمال اللي هو النظام العشري، وحاليا ذكرنا النظام الثنائي اللي هو الباينري. ممكن يكون اكو انظمه اعداد اخرى، اي اكو انظمه اعداد اخرى، ممكن يكون النظام الثلاثي، الثالث، النظام الرباعي، الرابع، الخامس، السادس، الستعش، المليون إلى آخره. فالأنظمة الأعداد مختلفة، بس أكو أنظمة شائعة اللي إحنا راح ندرسها اللي هي دائما ما يركزون عليها لأن هي الأكثر استخداما في الحاسبة. بس أكو أنظمة أخرى، أي أكو أنظمة أخرى. فعملية التحويل لأي رقم لأي رقم لأي نظام إلى الديسيمال راح أجي أخذ الأساس مالت هذا الرقم. يعني مثلا يقول لي رقم بالنظام السابع مثلا على سبيل المثال، حول لي إياه إلى الديسيمال، فش راح يقول؟ نفس السيكونس، نفس طريقة الحل، بس أساسنا يتغير. بدل ما كنت أخذ الأساس 10 وأخذ المراتب مات الرقم وأخذها بنظر الاعتبار، يعني إذا مئات فهي 10 أس 2، إذا عشرات فهي 10 أس 1، إذا عشرات العفو إذا آحاد فهي 10 أس 0، أو إذا كان الرقم باينري فمعناته أساسي 2. هالمرة إذا كان رقم 7، يعني نظامي 7، فراح أخذ الأساس رقم 7، ونفس العملية تنعاد تماما. هسه راح نشوف مثلا على سبيل المثال، هنا نعطيني مثال حول الديسيمال نمبر، هنا نعطينا رقم برقمين مكون من جزء صحيح وفارزة عشرية، يعني الرقم اللي حاليا منطينا إياه مكون من 2 parts، الانتجر part والفراكشنال part.
فنتعامل ويا هكذا أنواع من الأرقام بـ2 steps، مرحلتين. أول شيء ناخذ فقط الانتجر، وبعدين ناخذ فقط الفراكشنال بارت، وبعدين ورا ما أخلص أحسب الانتجر لوحده، أحسب الفراكشنال بارت بوحده، أدمجهم يطلع الرقم الكلي. فشو راح تصير آلية الحل؟ طريقة الحل هي وحدة لجميع الأنظمة، بس ننتبه إنه إحنا جايين نغير النظام. فمثلاً إذا كان باينري أخذ أساسي 2، إذا كان ديسيمال أساسي 10، إذا كان آر بيز يعني مثلاً إذا كان مثلاً 13 للنظام 13 مثلاً على سبيل المثال، فأساسي هو 13، فبالتالي أضرب فيه 13 أس 2 مثلاً، 13 أس 0، 13 أس 1 وهكذا. فإذا كل الأنظمة تمشي بنفس الطريقة ما عدا الاختلاف بال الأسس الأساسات، العفو أساس الرقم هو اللي يختلف البيز يعني. فهسه حاليا رقم بالديسيمال نمبر أريد أحوله إلى الباينري نمبر. أول شيء اللي هو راح أخذ الجزء الانتجر اللي هو الجزء الصحيح من الرقم قبل الفارزة العشرية. إيش قد عندي؟ عندي 27. المن أريد أحولها؟ أريد أحولها إلى الباينري نمبر، إذا معناته إلى النظام الثنائي. إذا أساسي إيش قد؟ أساسي 2. إذا 27 تقسيم 2 13 والباقي 1. بعدين أرجع 13 تقسيم 2 6 والباقي 1. بعدين 6 تقسيم 2 3 والباقي 0. 3 تقسيم 2 1 والباقي 1. 1 تقسيم 2 0 والباقي 1. من طلعت النتيجة 0 أوقف. إذا عرفنا الانتجر بارت هو الجزء الخاص بال 27، راح ينكتب من الأسفل إلى الأعلى 11011. هذه هو 11011. انتهينا من الحل؟ لا ما انتهينا. ليش؟ لأن احنا حاليا اخذنا فقط الانتجر بارت، اخذنا فقط الجزء الصحيح. نجي هسه نحسب منه، نجي هسه نحسب الفراكشنال بارت اللي هو الجزء العشري اللي هو 0.15. اساسنا اللي نريد نحول الى منه للباينري اللي هو منه ورقم 2. من اجي احسب فراكشنال بارت هالمرة ما اقسم على 2 وانما اضرب في 2. فاحنا ليش قلنا اكو فالطريقة حل ثابتة، الطريقة ثابتة بس الاساسات هي تتغير. فالطريقة لما يكون عندي انتجر بارت اقسم، اذا فراكشنال بارت اضرب، اضرب في منه واقسم على منه، هذه تعتمد حسب النظام اللي جاي نتكلم عنه. فرح ناخذ هسه رقم 0.15 اضربها في 2، شقد راح تنطيني؟ راح تنطيني 0.03 يعني 3 بالعشرة. شقد الانتجر بنعدها؟ الجزء الصحيح هو 0 والفراكشن هو 0.3. بعد اخذ الفراكشن اضربه مره ثانيه في 0.2، شقد راح تصير؟ 0.3 في 2 يساوي 0.6. الجزء الصحيح من عدها هو 0 لان يعني هذا 0، هي 0.6 هي 0 الصحيح من عدها، وجزء الفراكشن هو 0.6. ما حصلت على فراكشن 0، استمر 0.6 في 2 راح يساوينا 1.2. جزء الانتجر هو 1 والبوينت والفراكشن بعد ما صار 0 اللي هو فقط 0.2، فاستمر 0.2 في 2 0.4. ايش قد جزء الفراكشن الانتجر من عندها 0 والفراكشن من عندها 0.4. ايضا الاحظ انه الفراكشن بعد ما صار 0، فاستمر 0.4 في 2 راح يساوينا 0.8 اللي هو جزء الانتجر لها 0 والجزء الفراكشن هو 0.8. فجاي ألاحظ أنه دائماً كل ما أخذ رقم الفراكشن ما جاي يصير عندي صفر بهاي الحالة. في هكذا نوع من المسائل لما أخلص 5 مراتب 6 مراتب أحسبها وأشوف أنه الفراكشن ما صار صفر ورا 5 6 مراتب من حسبت، أقل شيء 5 مراتب أحسب، إذا ورا 5 مرات حسبت وما صار عندي جزء الفراكشن صفر، أستمر فد 6 مراتب 5 أو 6 وأخلي نقاط. يعني بعدين من أجي أكتب الرقم هذا اللي أريد نتيجته 0.15 احنا نريد نحسبه، راح يكون يساوي لنا 0. ليش 0؟ لان هو رقم 20، ف 0. الرقم العشري يكتب من الاعلى الى الاسفل عكس الانتجر ينكتب من الصفر من العفو من الاسفل الى الاعلى. العشري يكتب من الاعلى الى الاسفل، ومن هو اللي ينكتب؟ ينكتب هذا الجزء اللي مضللت لكم اياه اللي هو الانتجر. فبالتالي راح يصير 0.001011 هذا 0.001011. وتلاحظون خلينا هنا نشينو خلينا نقاط في الإشارة إلى أنه هذا الرقم جاي يستمر ينطي fractional number ما جاي يوصل للصفر. فبالتالي إحنا نكتفي بخمس أو ست مراتب وراها نخلي نقاط. فبالتالي قدرت أحصل على 27 كانتجر بارت اللي هي هذا،
وال 15% كل fractional part وهو هذا، فبالتالي أدمج مجرد عملية ترتيب، أكتب إذا نيابة 27.15 بالنظام العشري تعادل إيش قد حسبناها هنا 27 هي 11011 هذه point الرقم العشري اللي هو هذا، فبالتالي حولت الرقم من decimal إلى binary. فملاحظة هنا أنا إذا أريد أحول conversion from decimal integers to any base R system is similar to this example، يعني عملية التحويل هسه من رقم عشري إلى أي نظام بالدنيا، جاي أقول أي نظام فيسميه R base system، يعني أي نظام R معناته أي رقم أقدر أحط بمكانه، فهي العملية مشابهة لهذه العملية، يعني طريقة الحل هي نفسها، أخذ الانتجر بوحده والانتجر أقسم على الR base، إيش قد عندي الرقمات، إذا كان عندنا الرقم 7 أقسم على 7، مليون أقسم على مليون إلى آخره، إلى أن أوصل إلى نتيجة القسمة صفر أوقف، وينكتب الرقم من الأعلى من الأسفل إلى الأعلى، هذا بالنسبة للجزء الصحيح. وإذا كان عندنا انتجر B fraction أخذ الفراكشن بدل ما تصير عملية ضرب، العفو بدل ما تصير عملية قسمة تصير عملية ضرب بالبيز اللي هو ناطينا إياه، فطريقة الحل ثابتة، الاختلاف وين راح يكون عندي بالأساس فقط. ننتقل إلى مثال آخر، convert the decimal number 22.5 to 4، هسا يريد يحول الرقم 4 base system، هسا يريد يحول هذا الرقم إلى النظام بالbase 4 يعني بالنظام الرابع، نفس العملية قلنا أول شيء راح أخذ جزء الانتجر 22، إيش راح أسوي لها؟ راح أقسمها على 4 وأظل كل مرة أخذ نتيجة القسمة وأقسمها على 4 إلى أن أحصل على نتيجة القسمة 0، يلا أتوقف، وهذا اللي جاي يصير 22 تقسيم 4 5 والباقي 2، بعدين 5 تقسيم 4 1 والباقي 1، بعدين 1 هذا تقسيم 4 0 والباقي 1، من طلعت نتيجة القسمة تساوي 0 أوقف وأجي أكتب، إذن معناته 22 فقط الانتجر أمثلها 22 بالنظام العشري تعادل 112 بالنظام الرابع، واضح هذا الكلام؟ أما الجزء العشري اللي هو 0.5 حتى أمثله قلنا هي طريقة الحل هي نفسها، هالمرة بدل ما أقسم على 4 وإنما راح أضرب في 4، إذا تنتبهون هنا 0.5 في 4 تعادل 2 عدد صحيح، 0.0 يعني بعد الفارز العشرية ما رح يكون عندي رقم، رح يكون فقط عندي 0، فالانتجر هو عبارة عن 2 والفراكشن هنا طلع عندي 0، فإحنا قلنا الشرط مالتنا لما يكون الفراكشنال بارت يساوي 0 أتوقف وينكتب الرقم من الأعلى إلى الأسفل، حاليا هو الرقم عندي بس بت واحد، يعني حاليا نتيجة واحدة هي فقط 2 اللي هو الجزء المظلل الانتجر، فينكتب من الأعلى إلى الأسفل فقط 2، إذن 0.5 بالنظام العشري تعادل 2 بالنظام الرابع، إذن الرقم 22.5 إيش قد يعادل؟ يعادل 112.2 بالنظام الرابع. هذا بالنسبة إلى طريقة التعامل ويا أي نظام إلى النظام العشري. إذن هسه حاليا أخذنا decimal number وأخذنا binary number، أكو أنظمة ثانية، قلت لكم إحنا عندنا أنظمة متعددة، ممكن تكون أنظمة كثيرة جدا وواسعة، لكن الأكثر استخدام والأكثر شيوعا الديسيمال اللي هو إحنا نستخدمه بالحياة الطبيعية، الأكثر شيوعا واللي تستخدمه الحاسبة اللي هو الباينري سيستم، قد أكو بعض أنواع المايكرو بروسيسورز بالبرمجة يستخدمون الأوكتال سيستمز، الأوكتال نمبر سيستمز اللي هو النظام الثماني اللي رح نتكلم عليه الآن، وكذلك أكو نظام آخر شائع اللي هو الهيكساديسيمال نمبر سيستم رح نتكلم عليه بعد الأوكتال سيستم. فخلينا نتعرف على الأوكتال نمبر سيستمز اللي هو النظام الثماني، أوكتال إشارة إلى الرقم الثماني يعني النظام الثماني، فأساسنا رقم 8، فبالتالي إحنا لما كنا ديسيمال اللي هو العشري كان رقمنا عددنا من 0 إلى 9 اللي هي 10 أرقام، من 0 إلى 9 هي 10 أرقام، ولما كنا باينري يعني رقمين فقط اللي هي 0 والواحد فقط، حاليا احنا اوكتال يعني الثماني، فاذا 8 ارقام اللي هي من 0 للسبعة، جاي اقول 8 فمعناته عندي كم رقم؟ عندي 8 ارقام، انا جاي ابدي حسابي من 0 ما جاي ابدي من 1، فبالتالي من 0 للسبعة هي معناتها
الثمان أرقام اللي ممكن تمثيلها بالأوكتال نمبر سيستم. يعني ما عندي رقم ثمانية مكتوب رقم ثمانية كنمبر 8 بهالشكل هذا وأقول هذا ثمانية بالنظام الأوكتال، ما عندي هذا الرمز أصلا لهذا الرقم 8، يعني رقم ال 8 هذا الشكل اللي يشبه رقم 8 اللي هو يشبه الإنفينيتي، هذا ما عندي إياه بالنظام الأوكتال. أكو طريقة ثانية لتمثيل الرقم هذا، ليش؟ لأن إحنا تتكون الأرقام من الصفر والواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة فقط، اللي هي ثمان أرقام بالنظام الثماني. فطريقة التعامل ويا هكذا أنواع من الأنظمة هي نفسها، هو المبدأ واحد، إنه أنا إذا عندي رقم أباوع عليه، هل إنه هذا الرقم مكون من انتجر وفراكشن، لو فقط انتجر لو فقط فراكشن إلى آخره، وأجي أباوع عليه من أجي أباوع على البيز اللي هو الأساس، أساسي ثمانية، أساسي اثنين، أساسي عشرة، أساسي ألف إلى آخره. فحالياً الإكزامبل اللي موجود أمامنا اللي هو convert 560 بالعشرة إلى الرقم الثمانية، إلى ما يكافئه بالنظام الثماني. فشو راح نسوي العملية نفسها تماماً؟ راح ناخذ الجزء الانتجر، هو أصلاً الرقم فقط مكون من انتجر، وأقسم على يمن أقسم على أساسنا اللي هو من هو اللي هو 8. ف560 تقسيمه 8 راح تكون نتيجة القسمة 70 والباقي 0، بعدين 70 أقسمها على 8 هي عبارة عن 8 والباقي 6، 8 تقسيمه 8 هي 1 والباقي 0، والواحد تقسيمه 8 هي 0 والباقي 1، طلعت النتيجة 0 أوقف. إذن نتيجة الحل هي راح تنكتب من الأسفل إلى الأعلى، لأن إحنا جاي ناخذ جزء الانتجر اللي هو فقط رقم صحيح، فينكتب من الأسفل، قلنا هاي خطوات ثابتة للحل في جميع الأنظمة مع تغير الأساس فقط. فإذا 560 بالنظام العشري هي تعادل، راح أخذ الجزء المظلل اللي أمامكم اللي هو الريمايندر اللي هو 1060 بالنظام الثماني. ننتقل إلى مثال آخر، هنا أنا فقط ناطيني جزء العشري، يعني نفس العملية بس فقط مجرد أنه إيضاح أنه هذا الرقم إذا ننتبه عليه هو بالعشري. فإحنا قلنا قاعدة عامة أنه لما يكون انتجر أقسم على 8، لما يكون فراكشن أضرب في الأساس اللي عندي هو اللي هو حاليا 8، فأضرب في 8، أخذ الـ 0.52 أضربها في 8 بالحاسبة، راح أضربها راح أشوف تساوي 4.16، فأعرف الجزء الصحيح من عدها هو 4 والجزء العشري هو 16%، فأكتب الأربعة لوحدها والستاعش بالمية لوحدها. يمتى نستمر بالحل؟ نستمر ويمتى نتوقف؟ إلى أن يحصل على الفراكشن يساوي صفر. نجي 16% أخذها، 16 أخذ الفراكشن أضربه من جديد في 8، إيش قد يساوي؟ رح أشوفها بالحاسبة يساوي 1.28. إذن الانتجر هو عبارة عن 1، والجزء العشري هو اللي يهمني إنه أشوفه يساوي صفر أو لا، بعدما يساوي صفر فأستمر 0.28%، 0.28% في 8 راح يساوينا 2.24، فهي الجزء الصحيح هي 2 وال 0.24%، وهكذا راح ألاحظ أنه دائما هذا الرقم من جاي أضربه في 8 جاي يستمر ينطي فراكشن لا يساوي صفر. فش قلنا؟ قلنا نحسب أول 5 بتات على الأقل إلى أن أوصل 5 بتات وبعدني ما محصل على الصفر، يلا أوقف وأخلي وراها نقاط في الإشارة إلى أنه هذا الرقم ما جاي ينطي رقم صفر بالجزء الفراكشن. فهنا 0.52 بالنظام العشري راح تساوي المفروض هنا، بس أريدكم تنتبهون عليها، قبل هذا الرقم 4 تحطوا لي point، يعني 0.4 مو 4 لا 0.41217، وينكتب الرقم من الأعلى إلى الأسفل. نفس الكلام السابق اللي ذكرناه، راح نحول الرقم من الأوكتال إلى الديسيمال نمبر كونفرشن، يعني راح أحول من النظام الثماني إلى النظام العشري. فحتى أحول هذا النوع من الأرقام إيش راح أسوي؟ أول شيء راح أجي أقول إذا هو بالثماني وأريد أحوله إلى العشري، راح أخذ الرقم اللي هو 200 مثلا على سبيل المثال 215، فهو عبارة عن 2، الأول رقم الديجيت الأولى هي 2، في المن أريد أحولها في 2 هنا هو بالأوكتال نمبر وأريد أحولها إلى الديسيمال، هذه هي من أوكتال أريد أحولها للديسيمال، فهي 2 تمثيلها راح يصير 2 في 8 للأس 2 زائدا 1 في 8 للأس 1 زائد 5 في 8 للأس 0، وعملية حسابية بسيطة بالحاسبة راح نشوف أنه هذا الرقم بالثماني يعادل 141 بالنظام العشري.
إذن بين التحويل ما بين الأوكتال والديسيمال هي نفس الآلية اللي إحنا قلنا لما نريد نحول من أي رقم بالعشري إلى R base، فأخذ مجرد ال R base سواء كان أوكتال سواء كان باينري إلى آخره وأتبع نفس طريقة الحل. فطالما حاليا هو عندنا بالأوكتال يعني بالنظام الثماني، وأجي أتبع عدد المراتب، هو حاليا عندنا آحاد وعشرات ومئات، فبالتالي هو أول شيء أعلى مرتبة هي 2، بعدين تتناقص تدريجيا تصير 1، بعدين تصير 0، وهو الرقم فقط مكون من 3 مراتب، فنتوقف ونحسب الرقم اللي عندنا. هذه بالنسبة قلنا طريقة التحويل، مو شرط أنه هو فقط أوكتال وإنما هو لأي نظام نفس الطريقة هذه. طريقة التحويل ما بين الباينري والأوكتال، هسه بين الديسيمال والأوكتال ما عندي بهم مشكلة، إذا من أوكتال إلى ديسيمال أو ديسيمال إلى أوكتال هي هذه ما بها أي مشكلة. لكن شوية اللي راح يصير عندنا الموضوع الجديد خلي نقول، اللي هو ما بين التحويل ما بين الباينري المن إلى الأوكتال، اللي هو من النظام الثنائي اللي أخذناه قبل قليل إلى النظام الثماني، من الثنائي إلى الثماني. فحالياً بهالمرحلة هذه راح يكون عندنا في الطريقة خلي نقول بالبداية أشبه ما تكون بالحفظ، بالمحاضرات القادمة إن شاء الله هذه الطريقة راح نفتهمها فهم أكثر، وراح نعرف ليش صارت بهالشكل هذا. حاليا راح نعرف إنه إحنا بالأوكتال نمبر قلنا أنا أمثل الأرقام من 0 للـ7، يعني أنا فقط هذه الأرقام اللي متوفرة عندي بالنظام الثماني، ما عندي غير هذه الأرقام. وبالنظام الثنائي عندي فقط 0 و1، ما أشوف رقم 2 ولا 3 ولا 4 ولا أي رقم آخر، أشوف فقط 0 أو 1. واضح هذا الكلام؟ فهذا الجدول راح نحفظه حفظ، هسه حاليا راح نحفظه، راح أحفظ أنه 0 بالأوكتال هي 0 بالباينري، 1 بالأوكتال يعني 1 بالنظام الثماني هو 1 بالنظام الثنائي، 2 هي 1 0، 3 هي 1 1، 4 هي 1 0 0، 5 هي 1 0 1، 6 هي 1 1 0، 7 هي 1 1 1. بالبداية قلت لكم راح تشوفون الإجوز الجدول راح تشوفونه فتشي صعب أو غير مفهوم، بس راح ناخذ محاضرات الجاية إن شاء الله راح نفتهم الكود اللي على أساسه انكتب هذا الجدول، وبالتالي راح تصير المسألة سهلة. فحاليا احنا راح نحفظه حفظ زائد فهم إن شاء الله. فإذا هسه الباينري إلى الأوكتال عملية التحويل ما بين، يعني إذا أنطاني هسه مثلا رقم 3 أنطاني إياها بالأوكتال بالثماني إيش قد تساوي؟ أما أحسبها بالمعادلات السابقة شلون تعلمتها بالطريقة السابقة، أما أنا هذا الجدول إحنا حافظينه، إحنا حافظين هذا الجدول. 3 هي رأسا هي عبارة عن 1 1، 4 هي 1 0 0، 5 هي 1 0 1، وهكذا. فهذا الجدول إحنا راح نحفظه، هو ما بيه شيء بسيط. خلينا ناخذ مثال، او قبل المثال راح ناخذ الجنرال رول لتحويل هذه القاعده، شلون راح نحول من نظام ثماني الى نظام الباينري. راح يقول اول شيء راح ناخذ الباينري نمبر، احنا المطلوب تحويل الرقم من باينري الى ثماني. اول شيء راح اخذ الرقم الباينري اللي هو متكون من مجموعه من الاصفار والواحدات، بعدين راح اقسم هذا الرقم اللي متكون من مجموعه من واحدات واصفار، اقسمه بشكل مجاميع، بس مجرد احددهم، مو اقسم عمليه قسمه، لا، أحدد كل 3 بتات سوية، يعني أخذ كل 3 بتات أعاملهم سوية. هنا ننتبه على هاي المسألة، بالنظام الثماني راح أخذ كل 3 بتات سوية. راح نأخذ النظام اللي بعد النظام الثماني اللي هو اسمه الهكساديسيمال، راح أشوف إنه نفس العملية راح تنعاد، بس بفرق إنه بدل ما أخذ كل 3 بتات سوية راح أخذ كل 4 بتات سوية. فهنا ننتبه عليها من البداية. أنا حالياً جاي نشتغل وين؟ جاي نشتغل بالنظام الثماني، فبالتالي راح أتعامل ويا كل 3 بتات مع بعضها، هذه النقطة رقم 2. بعدين راح أشوف الرقم هل إنه هو مكون من integer part أو fractional part، أما يكون فقط integer أما يكون فقط fractional. فإذا كان ال integer part يعني الرقم فقط عدد صحيح، فراح أبدي تقسيم المجاميع الـ3 بتات ابتداء من اليمين إلى اليسار إذا كان جزء الرقم صحيح. إذا كان من رقم عشري فراح أخذ الرقم من اليسار إلى اليمين، وبعدين أحول وفقا إلى هذا الجدول. هسه هذه الملاحظات اللي مكتوبة هنا خلينا نأخذها ونطبقها على فد مثال حتى نفهم اللي صار. convert حول هذا الرقم بالباينري إلى octal number، هذا الرقم بالباينري حتى أحوله إلى الأوكتال أجي أطبق القواعد اللي ذكرناها هنا. أول شيء أخذ الرقم الباينري أقسمه إلى مجاميع كل 3 بتات سوية ابتداء منين؟ إذا كان جزء صحيح، هسه حاليا ما عندنا بوينت، ما عندي فارزة عشرية، فاعتبر هذا الرقم كله جزء صحيح، فأبدي بالتقسيم من اليمين
إلى اليسار، يعني كل ثلاث بتات هذه ثلاث بتات سوية، بعدين أجي أخذ هذه الثلاث بتات سوية، وإذا عندي بعد ثلاث بتات منها أمين أخذهم سوية، وأحول كل مجموعة حسب ما يكافئها من هذا الجدول. هذا الجدول مثلا أجي أباوع الون، هذه المجموعة إحنا مقسمناها مجموعتين، صاروا هاي مجموعة وهاي مجموعة، فهذه المجموعة اسمها 100، أباوع على الجدول اللي إحنا حفظناه اللي هو 100، هي عبارة عن رقم 4 بالأوكتل، فإذا أجي أقول 100 هي 4. زين، عندنا 010 أجي أباوع على الجدول 010، هذه هي 010 يعني باليسار، يعني ما إلى قيمة، يعني هي أي رقم إحنا نعرف إنه صفر لما يكون بجهة اليسار ما إلى قيمة، فكذلك الحال هنا، ف010 هو هنا هذا معناته اللي هو معناته رقم 2، ف010 معناته رقم 2. فإذا بعدين راح نحول، إذا معناته 100 هاي اللي ذكرناها هي معناتها 4، فأكتب مكافئها هي 4، و010 هي مكافئها 2. بيا نظام، لازم نذكر النظام، بين قوسين ورقم 8 صغيرة بالأسفل، فبالتالي حولنا هذا الرقم من باينوري المن إلى أوكتل. نفس الكلام هنا برقم آخر، بمثال آخر، لكن ناطيني وياه رقم انتجر، يعني مكون من جزء صحيح وجزء عشري. فمن مثل هكذا نوع من الأسئلة قلنا منين نبدي؟ نبدي من أول شيء أخذ الرقم الصحيح، أبدي به من اليمين إلى اليسار، أقسمه على شنو؟ أقسمه على مجاميع كل ثلاث بتات سوية. فهذه المجموعة الأولى، هذه 0 1 1، هذه تعتبر مجموعة أولى. بعدين المجموعة الثانية من هي راح تصير؟ راح تصير 0 1 1، هذه الثانية، المجموعة الثانية. إذا تلاحظون هنا زاد عندي رقم بت واحد، يعني فقط ديجت وحدة زادت عندي 1. فحتى احنا شنو قلنا؟ احنا لازم نقسمها الى مجاميع مكونة من 3 مراتب، فراح اضيف 0 الى اليسار، هذه 0 اللي مكتوبة باللون الاحمر بالاشارة الى انه هذه احنا ضفناها من عندنا. وليش احنا ضفناها؟ وشنو ضفنا؟ ضفنا 0 لان 0 بجهة اليسار ما الى قيمة، بس مجرد ضفته حتى نعادل المراتب، حتى تصير العملية صحيحة ونمشي على قانون واحد انه احنا نقسم المجاميع كل 3 بتات سوية. هذه بالنسبة لجزء الانتجر. ما كملنا الحل بعد، عندنا جزء الفراكشنال بارت. الفراكشنال بارت راح ابدي من اليسار لليمين، اخذ المجاميع اول 3 بتات من اليسار لليمين اللي هي 110، هذه 110، المجموعة 110 هذه 110 خذناها. بعدين راح يزود عندنا 11 فقط، احنا لازم نكونها من 3 بتات، فراح نضيف 0، راح اضيف 0 الى هذه الجهة وهو بالمرتبة العشرية، فايضا راح تكون ما الى قيمة، فبالتالي راح اضيفه فقط لمجرد مساواة المراتب حتى اعرف انه احنا عندنا لازم مجموعة مكونة من 3 مراتب. ورا ما كملنا قسمناهم الى مجاميع، هسه اجي اخذ كل 3 بتات واجي اشوف ما يكافئها من الجدول. يعني هسه احنا اول واحد 0 1 1 هي معناتها شقد؟ 0 1 1 اللي هي هنا هذه معناتها رقم 3، فإذا هذه 0 1 1 معناتها 3. أيضا هنا صارت هي هذه، هسه هذه 0 1 1 حولناها صارت رقم 3 اللي هي هذه. بعدين الثلاث مجاميع الثانية اللي هي 0 1 1 أيضا راح تصير رقم 3 اللي هي هنا، وهذه اللي هي 0 0 1 هي معناتها رقم 1 من الجدول. هذه بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى الجزء الصحيح. بعدين البوينت نفسها راح تنزل، أجي أسوي هسه إلى الجزء العشري. الجزء العشري قلنا منين نبدي بيه؟ نبدي بيه من اليسار إلى اليمين، راح أخذ هسه هذا الرقم اللي هو 110 وأجي أباوع على الجدول اللي إحنا حافظينه اللي هو 110، معناته شقد؟ معناته رقم 6، فنجي نكتب 110 هذه شقد معناته؟ معناته رقم 6 هذه. بعدين أيضا راح يكون عندنا صدفة، صار نفس الرقم مكرر هو 110، فأيضا يساوي رقم 6، وبالتالي حولنا كل الرقم من الباينري إلى الرقم أو إلى النظام الثماني. إذا أعطاني سؤال بالاتجاه المعاكس، يعني إذا أعطاني من الأوكتال نمبر ويطلب تحويله إلى الباينري نمبر، فهي المسألة نفسها، ما عدا أنه الموضوع راح ينقلب، إحنا الجدول حافظينه، أجي أخذ الرقم بت بت وأحوله إلى ما يكافئه. يعني هسه مثلا على سبيل المثال نعطينا 63.4، اجي اخذ اول شيء ابدي بيها الرقم 3 اللي هي هذه، راح احولها عبارة عن 3 بتات، لازم اكتبها على 3 بتات، لان احنا لما نتعامل ويا نظام الاوكتل
لازم نتعامل ويا نظام مكون من 3 بتات. قلت لكم لأن رح ناخذ أنظمة أخرى قد تكون نظام آخر يتكون من 4 بتات، وأكو أنواع من الأنظمة تتكون من 8 بتات، وأكو من 16 بت و32 بت وإلى آخره. فاللي لازم نفتهمه أنه لما نتكلم عن النظام الأكثر، النظام الأكثر مكون من 3 بتات، فكل مجموعة لازم أسويها على شكل 3 bits حتى وإن كانت الجهة اليسار 0. فأجي هسه أول شيء أخذ 3، أجي أروح للجدول أشوف 3 شقد معناتها، معناتها هي 1 1 1، وهنا على جهة اليسار شقد معناتها عندي 0، فحتى أخذ 3 بتات، فإذا هي 1 1 0، فإذا 3 هاي 3 هي 1 1 0، هذه من هي هاي 3. بعدين أجي أروح على 6، أجي على الجدول 6 شقد عندنا بالجدول اللي إحنا حافظينه قلنا هو 0 1 1، اللي هي هذه 0 1 1، فحولنا الجزء الانتجر. بعدين راح ننزل البوينت مثل ما هي، واجي احول رقم الاربعة، رقم الاربعة احنا اصلا حافظينه من الجدول هو عبارة عن 100، فمباشرة يتكون من 3 بتات، وهاي هي راح نحولها من النظام الثماني الى النظام الثنائي. اذا هسه المسألة صارت وكأنما هي في قاعدة وجاي تتكرر، بس كل مرة بالنظام تتكرر وفقا للنظام اللي احنا جاي نتكلم عليه. يعني اذا تكلمت بالعشري لازم يكون اساسنا 10، اذا تكلمت بالباينري لازم اساسنا 2، اذا تكلمت بالاوكتال لازم اساسنا 8. بعد اكو قاعدة ثانية، اذا كان الرقم مكون من جزء انتجر وجزء فراكشنال، فالانتجر يعامل الحالة وبعدين الفراكشنال يعامل الحالة وبعدين أنطي النتيجة النهائية. من أجي أخذ الانتجر، الانتجر دائما يكون عملية قسمة على الأساس اللي ينطيني إياه، بينما الفراكشنال دائما يكون عملية ضرب في الأساس اللي ينطيني إياه. هاي القواعد العامة. بعد أكو قاعدة أخيرة، الانتجر يكتب من الأسفل إلى الأعلى، بينما الفراكشنال يكتب من الأعلى إلى الأسفل. هذه القواعد العامة، هي قاعدة ثابتة لكن الاختلاف اللي راح يصير عندنا بنظام الأعداد. أوكي، نجي هسه إلى النظام الهكساديسيمال نمبر سيستمز، اللي هو نظام الهكساديسيمال اللي هو نظام 16. هنا راح يكون عندنا فد اختلاف بسيط، إنه إحنا راح نحسب الأرقام من 0 إلى إحنا جاي نقول 16. يعني عندي كم بت، كم ديجت عندنا؟ عندنا 16 ديجت، اللي هي من 0 إلى 15 رقم. يعني طريقة الكتابة بالهكساديسيمال سيستم شوية بها اختلاف، راح تكون عندي الأرقام من 0 لـ9 نكتبها بالشكل الطبيعي اللي احنا متعودين عليه، يعني 0 1 2 3 4 إلى 5 6 7 8 9، هذه بالشكل الطبيعي. تبقى عندنا وين الاختلاف؟ الاختلاف رقم 10 11 12 13 14 و15، اللي هي راح تكون A B C D E F capital letter، هذه نحفظها. فإذا نظام الهكساديسيمال نمبر راح يكون مكون من 0 لـ9، هاي الأنظمة اللي احنا من أول الأرقام اللي احنا نعرفها، يتكون من مجموعة من الأرقام، كذلك يتكون من مجموعة من الحروف الكابيتال لتر اللي تبدي من الـ A للـ F، اللي هي حسب الـ A B C D، A B C D E F، هذه نحفظها. وشرط انه هي تنكتب، او مو شرط، ممكن كتابتها بالسمول لتر، بس عاده ما تكون مالوفه بالكابيتال لتر، ممكن كتابتها بالسمول لتر ايضا. نجي هسه ناخذ هذه الامثله. اول شيء عندنا اكزامبل 1، هسه نلاحظ هنا بدت شويه الامور تختلف عندنا، بدا الارقام تختلف عندنا طريقه كتابتها. مثلا هسه على سبيل المثال انطانا 2c.4a، فاحنا بس مجرد راح نشوف عندنا حروف زائد ارقام، فقط النظام الوحيد اللي يتكون من حروف زائد أرقام هو الهكساديسيمال نمبر. فذاكرنا إذا هذا الرقم بالهكساديسيمال نمبر أريد أحوله إلى النظام 16، أو هو بال 16 أريد أحوله إلى النظام العشري، إحنا قلنا بالبداية أول ما أخذنا الرقم العشري قلنا كجنرال رول، كقاعدة عامة، إذا أريد أحول أي رقم، أي رقم بأي نظام كان إلى النظام العشري، فراح أخذ هذا الرقم أعامل كل ديجيت من عنده وأضربه في أساس البيز اللي عندي اللي ينطيني إياه، وقلنا أي رقم في أي نظام. فمثلا هنا أنا عندي 16، راح أجي أعامل هسه هنا شلون راح نتعامل وياه؟ راح نقول 2c، راح أخذ الجزء الانتجر يبدي بي من اليسار من اليمين لليسار، أول شيء c. إحنا هنا عندنا c شنو قلنا؟ قلنا إحنا عندنا a اللي هي 10، هذه هنا قبل قليل ذكرناها، b معناتها 11،
سي معناتها 12، فإحنا نريد نحسب الرقم بالديسمال بعد ما يبقى سي، وإنما راح أحول إلى ما يكافئ حتى أعرف أحسبه أتعامل وياه، فيصير 12 هذا في 16 للأس 0. إحنا قلنا هذا البت الأول اللي راح يصير منه أنا هو بت 0، بعدين الديجيت منه راح يصير الديجيت الأول، بعدين الديجيت الثاني إذا كان عندي، وهكذا أحسبه من اليمين لليسار بجهة الانتجر. فال 12 في الإشارة إلى رقم C، في 16 للأس 0. ال 16 ليش للأس 0؟ لأن هي أول رقم إجالي اللي هو يبدي بالبت 0، ف 16 للأس 0 زائد 2، هذه هي نفسها 2، في 16 للأس 1 نفس القاعدة العامة اللي حشينا بها بالبداية، زائد بعدين هسه خلصنا من الجزء الصحيح، هذه الاثنين سي كملناها، زائد راح اجي هسه اريد نمثل الجزء العشري، الأربعة راح تصير 4 في شنو؟ في 16 للأس ماينس 1. ليش ماينس 1؟ لأن أول مرتبة بعد الفارزة العشرية تتمثل بالماينس 1، أول وحدة أبدي جزء الفراكشنال أحسبه من اليمين من اليسار لليمين منه وأمشي بهالاتجاه هذا، فأربعة في 16 للأس ماينس 1 زائد أي شنو معناته؟ أي معناته 10، بعد ما أكتبها أي أكتبها 10، 10 في شنو؟ 10 في 16 للأس ماينس 2. ليش ماينس 2؟ لأن هي المرتبة الثانية بعد الفارزة العشرية. لو كان عندي هنا مثلا على سبيل المثال F، فالF شنو معناته؟ معناته 15، فصير رقم 15 في 16 للأس ناقص 3 وهكذا. فمجرد عملية حسابية بالكالكوليتر راح نعرف إيش قد راح يساوي إن هذا الرقم تحويله من الهكساديسيمال نمبر إلى الديسيمال نمبر. مثال آخر هنا، convert the decimal number، هذا رقم بالديسيمال 165.25 to hexadecimal number system. هسا نريد نحول هذا الرقم من الديسيمال المن إلى الهكساديسيمال نمبر سيستم. فطريقتنا هي ما راح نغير أي شيء، راح نأخذ أول شيء الانتجر وأقسم على البيز اللي عندي. هنا أنا بس شوي أريدكم تنتبهوا لي، هاي مو 8 وإنما 16، شوي هاي أخطاء مطبعية. فمية وخمسة وستين تقسيم 16 راح يصير 165 هي 10، بس ما راح نكتبها 10، راح نكتبها طالما إحنا جاي نشتغل بالنظام الهكساديسيمال، فالعشرة هي تكتب معناتها رقم A والباقي 5. بعدين نجي نأخذ نتيجة القسمة نفسها اللي هي الأي تقسيم 16 فهي 0، يعني 10 تقسيم 16 0 والباقي 10 نفسها. فالرقم ينكتب أيضا من الأسفل إلى الأعلى اللي هو الجزء المظلل اللي هو أي 5. إذن هسه قدرنا نحول 165 بالنظام العشري إلى ما يكافئها اللي هي أي 5 بالنظام 16. بقعدنا منه؟ بقعدنا الفراكشنال بارت اللي هو شقد عندنا اللي هي 25%. 25% شنو قلنا؟ قلنا هي سياسة الحل هي نفسها، مجرد تغيير بالأساسات اللي موجودة عندنا. فهنا راح نضرب 25% في 16 لأن أساسنا اللي جاي نتعامل وياه هو الهكساديسيمال اللي هو 16، ويساوي 4.0، لأن هي هسه من راح نضرب 25% في 16 راح تطلع لنا عندنا تساوي 4 والباقي 0، الفراكشن هو 0. فإحنا قلنا نتوقف إذا كان هنا عندنا الفراكشنال بارت يساوي 0، يعني لما حسبنا الانتجر يمتى نتوقف؟ لما كانت نتيجة القسمة تساوي 0، الجزء الصحيح يساوي 0. بينما بالجزء الفراكشنال يمتى نتوقف؟ نتوقف لما الفراكشن يساوي 0. وطريقة الكتابة هو من الأعلى إلى الأسفل، ولكن هو حاليا هو فقط بت واحد، يعني سواء كتبته من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى هو رح يبقى هو فقط 4، ما رح يأثر عليه. فإذا 0.25 بالنظام 16 يساوي لنا 4. هنا أنا بس همينا شوي أكو خطأ بسيط اللي هو بالنظام العشري يقصدون به، هنا أنا مصححي لكم إياها. 165.25 بالنظام العشري تساوي لنا A5 اللي هي هذه point إيش قد؟ point 4 اللي إحنا حسبناها. هنا المفروض تصير point 4 هنا، لأن إحنا جاي نتعامل ويا رقم عشري، فهاي تصير point 4 بالنظام العشري. هذه بالنسبة إلى طريقة التحويل ما بين الهكساديسيمال نمبر إلى ديسيمال نمبر. بقت عندنا إحنا نفس المسألة جاي تتكرر، يعني هي كل نظام جاي تتكرر نفس القوانين باختلافات بسيطة. هسه نفس الشيء اللي أخذناه ما بين من أخذنا التحويل بين الأوكتال نمبر والباينري نمبر، أخذنا جدول بسيط، قلنا عندنا جدول مكون من الصفر للسبعة،
وحفظناه نفسه تماما راح ناخذه، بس بالحالة الهكساديسيمال راح اتعامل ويا 4 بتات بدل ما اتعامل ويا 3 بتات، فبالتالي راح تصير ارقامنا من 0 للتسعة، وبعدين راح ناخذ العشرة اللي هي الـ A B C D E F اللي هي الـ 15. فاذا الهكساديسيمال نمبر اللي هي الارقام هذه اللي خاصة بي، هذه الارقام اللي راح نحفظها، وكل رقم بما يكافئه. يعني الهكساديسيمال نمبر قلت لكم انا لما اخذنا الاوكتال نمبر يتمثل بالأوكتال نمبر، يتمثل الرقم بثلاث بتات، بينما بالهكساديسيمال نمبر الرقم يتمثل بكم بت، يتمثل بأربع بتات. فهذه نقطة مهمة. فالصفر هو عبارة عن 4 أصفارة، الواحد هو عبارة عن 0001، الثنين هي 0010، الثلاثة هي 0011، الأربعة هي 0100، الخمسة هي 0101، الستة هي 0110، السبعة هي 0111. فإذا تلاحظون هذا الجدول من الصفر إلى السبعة هو وكأنما أول ثلاث بتات من عنده، يعني هذه أول ثلاثة، هذه أول ثلاثة من كل رقم، هو نفس الجدول الخاص برقم 8 اللي هو الأوكتال نمبر سيستم، نفسه تماما ما عدا شغلة واحدة فقط، انضافت بت على اليسار اللي هو رقمه صفر، فقط إضافة بت واحد حتى أتعامل ويا الهكساديسيمال نمبر سيستم على اعتباري أخذ المجاميع مكونة من 4 بتات، لأن احنا قلنا بالهكساديسيمال مجاميعنا راح تكون مكونة من 4 بتات، وليس مثل الأوكتال نمبر مجاميعنا تكون مكونة من 3 بتات. أما لما أجي أكمل بالثمانية والتسعة والعشرة والإحداعش والثناعش، هنا إيش راح يصير؟ راح يصير إنه آخر بت راح يكون هو عبارة عن واحد. هسه هنا إذا ننتبه الجزء الثاني أو النصف الثاني من هذا الجدول، الجدول راح يتكرر أيضا، هنا هذه الأرقام نفسها ما عدا البت الرابع راح يكون هالمرة واحد. هذه بس حتى لسهولة الحل، يعني إحنا مستقبلا راح نفتهم هذا الشيء أكثر، لأن يعني راح نمشي على فد كود معين، بس إحنا راح نفتهم زائد نحفظ حاليا حتى تصير الأمور عندنا واضحة من يجينا رقم ويطلب من عندنا التحويل بين الأنظمة. خلي نشوف هسه هنا نفس القاعدة اللي حكاها بالأوكتال نمبر نفسها تماما راح يحكيها بالهكساديسيمال، مع اختلاف البسيط اللي هو قلنا راح نقسم المجاميع بدل ما 3 بتات راح أقسمها إلى 4 بتات، فنفس القاعدة تماما، وأكتب ما يكافئها من هذا الجدول اللي إحنا حافظينه. فخلي ناخذ فد مثال حتى نشوف شلون عملية التحويل. Convert the hexadecimal number، هذا الرقم اللي هو مكتوب بالنظام السداسي 10 F67.19 to binary system، أريد أحول هذا الرقم إلى الباينري. فشلون راح نتعامل وياه؟ أول شيء راح أخذ أول رقم بعد قبل الفارزة، أول رقم صحيح، يعني أجي أخذ رقم 7 وأحوله إلى ما يكافئ من الجدول اللي إحنا حافظينه. رقم 7 إذا أصعد الجدول إحنا حافظينها مكونة من 4 بتات، فهي عبارة عن 0 1 1 1، فإذا مباشرة أكتب تحت رقم 7 0 1 1 1، هذه رقم 7 هي عبارة عن 4 بتات. بعدين أجي على رقم 6، رقم 6 أيضا إحنا حافظيها من الجدول، هذه رقم 6 0 1 1 0، فإذا هي أيضا راح تكون 0 1 1 0. بعد رقم F اللي هي كلها واحدات راح تكون، اللي هي 15 آخر واحد بالجدول، 1 1 1 1، فبالتالي حولنا الجزء الصحيح من هذا الرقم. أنزل البوينت كما هي وأجي نفس العملية أعيدها، بس هالمرة مين أبدي؟ أبدي من اليسار لليمين، أخذ أول رقم اللي هو الواحد، وشكت ما كتبه واحد كبت واحد، هنا ننتبه عليها هاي المسألة، ما نكتب الرقم كبت واحد وإنما نكتب الرقم بأربع بتات. الواحد هو شنو؟ هو صح نفسه رقم واحد، بس أكتبه صفر 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 واحد، بالجدول شلون مكتوب عندنا؟ هذا صفر 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 واحد، هذا أول واحد. وتسعة اللي هي تعادل بالجدول واحد صفر صفر واحد، وبالتالي قدرت أحول هذا الرقم من الهكساديسيمال إلمنت إلى الباينري سيستم. ضروري جدا نكتب الأقواس ونكتب النظام اللي جاي نشتغل به، يعني مو بس مجرد تحويل أرقام، لازم ننتبه إنه هذا الرقم مثلا أما يذكره بشكل صريح إنه هكساديسيمال نمبر وهذا، أما يذكر إن هذا الرقم بين قوسين ويحط رقم 16 صغيرة هنا. شلون يعني هسه هنا نذاكرها بهالشكل هذي؟ فضروري لما نحل ورا ما ننتهي لازم ننتبه انه احنا خالين اقواس وخالين رقم الباينري او رقم 2، في الاشارة الى انه احنا حولنا الرقم الى النظام الثنائي. ناخذ رقم ثاني حتى نفتهم الطريقة بشكل اكثر تفصيلي.
convert the binary number، هسه هذا رقم بالباينري اريد احوله لمن الى الهكساديسيمال سيستم. فاحنا شنو قلنا؟ مبدأنا هو نفسه، اخذ الرقم احول كل 4 بتات من عنده الى رقم واحد، كل 4 تصير رقم، كل 4 بتات هي عبارة عن رقم، واشوف شنو اللي يكافئها من الجدول اللي احنا حفظناه. فهسه اجي اباوع على هذا الرقم 1101 اللي هو من هو؟ 1101 اللي هو بي. فتلاحظ هنا نزل لك بي. بعدين هسه 1101 اخذناها، هسه راح ناخذ المجموعة الثانية للأربع بتات الثانيات اللي هما من هما 1100. إذا أرجع عليها بالجدول السابق راح أشوفها هي 3. بعدين أجي ألاحظ هنا عندي بقت 3 بتات فقط اللي هي 101، فمثل ما سويت بالحالة الأوكتال إذا نقص عندي ديجيت معين أكمله إلى 4 بتات حتى لا يصير عندي فرق، لأن إحنا شرطنا إنه إحنا لما نشتغل بالهكساديسيمال إنه أقسم المجاميع إلى 4 بتات. فإذا تشوفون هذا اللون الأحمر الصفر المضايفين هنا باللون الأحمر، فمعناته هذا ضفناه إحنا لتسوية المراتب حتى نسويها إلى مجموعة مكونة من 4 بتات. وبالتالي أجي أباوع على هذا الرقم الأخير البقاني اللي هو 1010 اللي هو معناته رقم 5 بالهكساديسيمال حسب الجدول. خلصنا من الجزء الصحيح هذا، نجي هسه نكمل ننزل البوينت، أجي اليمن على الجزء العشري وأبلش بها منين؟ أبلش بها من اليسار إلى اليمين، هذه ما ننساها القاعدة. أجي أخذ كل 4 بتات سوية 0110 معناتها 6 حسب الجدول، هذا الجدول 0110 معناتها جد معناتها 6، فحولها هنا 0110 شنو معناتها؟ معناتها 6. بعدين راح يكون عندنا 101 ايضا هنا بقى عندنا بس هذا الرقم، فراح نضيف له صفر من عندنا، راح نضيف صفر من عندنا حتى تساوى المراتب وتصير 4 بتات ونعرف نقرا الرقم بالشكل الصحيح. يعني هنا شويه تنتبهون عليها لما يكون الجزء فراكشنال بارت ما اضيف على جهه اليسار، لا اضيف على جهه اليمين واساوي المراتب، لان احنا اصلا بالفراكشنال نحسب من اليسار لليمين، فهاي النقطه كلش مهمه لان الرقم يتغير. يعني تخيل لو ضفنا الصفر بهالاتجاه هذا راسا الرقم راح يتغير، فيجب إضافة الرقم إلى الجهة اليمين لما نحن نتعامل ويا من؟ ويا جزء الفراكشنال بارت، الجزء العشري. إذا كنت تتعامل ويا الجزء الصحيح، لا الجزء الصحيح، لأن أصلا اتجاهي من اليسار لليمين، العفو من اليمين لليسار بهالشكل هذا، فأضيفه على هذه الجهة. إذا جاي يتعامل ويا الفراكشنال بارت أضيف على جهة اليمين. فبالتالي راح يكون هذا الرقم اللي هو 1010 معناته 10 بالجدول. هسه هذا هو 1010 هذا معناته رقم 10 حسب هذا الجدول. هذه مثال آخر يوضح، بس مجرد توضيح يعني بشكل تفصيلي شلون راح يصير المجاميع لما نرتبها على مجاميع من 4 بتات. أيضا هذا رقم بالباينري راح أخذه، طبعا هو الرقم إذا نلاحظه هو فقط مكون من جزء صحيح، فأبلش به من اليمين لليسار. أول شيء أول 4 بتات هذه معناته، هذه معناته 1001 واللي هي معناته تكافئ رقم 9. إذا نرجع للجدول راح أشوفها تكافئ رقم 9. بعدين 0110 اللي هي المجموعة الثانية 0110 واللي هي تكافئ رقم 6 بالجدول، 0110 معناتها رقم 6، وقلنا هاي بكثرة الحل وال يعني أكثر من مرة نحلها راح تنحفظ وتصير فشي كلش بسيط وسهل. بعدين راح ناخذ المجموعة الثالثة اللي هي 1010 اللي هي 4 بتات الثالثة اللي هي هذه 1010، راح أشوفها بالجدول يكافئ رقم 5. بقى عندنا آخر بت هذه، بقى الحالة الوحدة، فإحنا شلون راح نتعامل وياه؟ راح نضيف 3 بتات إضافية حتى يصير البت بشكل 4 مرات، يعني المجموعة تتكون من 4 بتات. وين أضيفه؟ أضيفه على جهة اليسار. فتلاحظ هذا الواحد هو منزله وهاي 3 بتات احنا ضفناها اللي هي 0 0 0 واللي هي جد تعادل يعادل هذا الرقم 1. فاذا هذا الرقم هذا تحويلته اللي هي 9 6 5 1 بنظام 16. نفس المثال بس مع وجود او مثال اخر يعني بس نفس الصيغه، خلينا نقول بس مع وجود الفارزه العشريه نفس الكلام تماما. راح اخذ الرقم منين أبدي بيه؟ من العدد الصحيح وأقسمه إلى 4 مراتب أو 4 بتات، وأجي أشوف شنو يكافئ من الجدول. 1010 شي يكافئه؟ أجي أنزل قيمة 1010 اللي هي معناتها 5، خليت 5. بعدين شنو صار عندي؟ بعدين أخذنا هذا الرقم 0110 هذا
المجموعة الثانية مكونة من 4 بتات 0 1 1 0. إيش قد معناته؟ معناته رقم 6. بعدين إذا تلاحظون بقى عندنا 0 على مرتبة اليسار أو على جهة اليسار. الصفر سواء كان نشتغل بالأنظمة بالنظام الديسيمال أو بالنظام الباينري أو بالأوكتال أو بالهوكساديسيمال، دائما هذه الصفر على جهة اليسار ما إلى قيمة. فبالتالي شوفون هنا أنا ما كتبه، يعني خلاه هنا أنا خارج قوس، ممكن يكتبه صفر بوحده ويمثل بمجموعة صفارة، وممكن ما يكتبه فهو لأن ما راح تكون إلى قيمة. يجي يحول باقي القيم هذه حسب الجدول. هنا نفس الشيء يتعامل ويا الفارزة العشرية من اليسار إلى اليمين، هذه ما ننساها، وأخذ 4 بتات 1101، هذه 1101، وأشوف إيش قد راح يكافئها من الجدول اللي هي معناتها رقم 13 دي. دي شوفوا 13 معناتها بالجدول. وبعدين راح يكون عندنا 1 1 وراح يضيف يمها 0 0 لأن هي بس 1 1 فبقت عندنا، فيضيف يمها 0 0. وقلنا ننتبه إنه إحنا راح نضيف بجزء الفراكشنال نضيف الصفارة على جهة اليمين، أما بجزء الانتجر راح نضيف الصفارة على جهة اليسار. قلنا بس مجرد إنه نغير مواقع الصفارة راح يتغير الرقم، فبالتالي يصير عندنا خطأ. فننتبه على مواقع الأصفار اللي راح نضيفها طالما احنا جاي نشتغل بالفراكشنال بارت، راح نضيفها على جهة اليمين. هذا ايش قد معناته الرقم؟ هذا معناته رقم 12 بالجدول اللي هو C، فبالتالي يشوفون هذا الرقم حول لنا اياه الى 6.5.DC بالنظام السادس عشر. يعني هذا فد مثال توضيحي اخر. فقط عندنا مسألة ثانية المهمة اللي احنا لازم، احنا قلنا بداية المحاضرة قلنا راح نتكلم اليوم عن جزئين أساسيات بالمحاضرة اللي هي الأنظمة، أنظمة الأعداد، وأخذنا أنواع متعددة من الأنظمة وعرفنا شنو نقصد بالنظام الديسيمال وشنو نعرف شنو نقصد بالنظام الباينري والأوكتال والهكساديسيمال. وقلنا مو فقط هذول فقط الأنظمة الموجودة باللغة الحاسبة، وإنما ممكن أي بيز أي رقم أي أساس إحنا نشتغل عليه مع مراعاة القواعد الثابتة اللي تكلمنا عليها بتحويل الأرقام من نظام إلى نظام آخر. فقط عندنا مسألة ثانية اللي هي مسألة العد أو مسألة الكاونتينج الحساب. يعني هسه مثلا على سبيل المثال من أجي واحد أريد أحسب من الصفر للعشرين بالديسيمال، بكل بساطة راح أجي أقول هي 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9، هاي من الصفر للتسعة هاي الديسيمال نمبر، يعني هي الأرقام مكونة من الصفر للتسعة. بعدين حتى أحسب أقول الرقم الجديد اللي راح يجي المرتبة اللي تجي بعد التسعة، شو راح أسوي؟ راح أصفر المرتبة الأولى اللي هي الآحاد وأزيد العشرات، وأعيد نفس العملية، أعيد الصفر والواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة مع شنو؟ مع زيادة مرتبة العشرات إلى أن وصلنا إلى 19 اللي هو آخر مرتبة. هنا من الصفر نلاحظ هنا مرتبة الآحاد 0، بعدين الآحاد هنا 1 2، هنا 3، هنا 4 5 6 7 8 9 اللي هي من هو؟ قلنا كل الأرقام الديسيمال مكونة من الصفر للتسعة. من وصلنا للتسعة أريد أنتقل هسه إلى مرتبة جديدة، إيش راح أسوي؟ راح أصفر الآحاد وأزيد العشرات بمقدار واحد جديد، فيصير 0 وانتقل حتى يصير 20. هذا مجرد عملية العد بالعشرين أو العفو بالنظام العشري اللي إحنا متعودين عليه، يعني هذا الشيء الطبيعي اللي إحنا مألوف إنه. الغير مألوف إنه اللي هو من هو؟ النظام الباينري والأوكتال والهكساديسيمال. فنفس العملية اللي راح تصير نفسها تماما، خلي راح أبدي لكم إياها مثلا على سبيل المثال، راح أبدي بالأوكتال لأن العملية تكون مشابهة تماما للديسيمال، وبعدين راح أنتقل للهكسا وبعدين راح نشوف الباينري. الأوكتال أجي إحنا شنو قلنا؟ قلنا النظام الثماني، الأوكتال يعني النظام الثماني عدد البتات اللي بيه مكونة من الصفر للثمانية، يعني أكثر من الثمانية أنا ما عندي، يعني هو أصلاً هو من الصفر للسبعة، العفو مو من الثمانية، من الصفر للسبعة اللي هي 8 بتات. فالأنظمة اللي راح تكون موجودة أو الأرقام اللي راح تكون موجودة تحت هذا النظام، تحت النظام الثماني، فقط أشوف 0 1 2 3 4 5 6 7، ما أشوف غير رقم، ما أشوف 8 يعني بشكلها الصريح اللي إحنا مألوف إنه بالنسبة للنظام العشري بهالشكل هذا، ما راح نشوفها هنا. فنفس العملية اللي سويناها بالحساب بالديسيمال، ايش راح نقول؟ راح نقول من انتقل وراء، وكأنما هسه بدينا
مجموعة جديدة للحساب، فنصفر الآحاد تنعاد هاي صفر، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، هذه تنعاد وتزداد العشرات بمقدار مرتبة إلى أن أوصل المد 17، لأن إحنا قلنا هذا الماكسيموم إحنا نقدر نوصل له هو السبعة، ماكسيموم بالنظام الثماني هو السبعة. من أوصل للسبعة وأريد أوصل هسه أعد الرقم اللي يجي بعد بعد هذا، من هو اللي راح يجي؟ ما راح يجي المرة ثمانية، لا، يجي صفر من جديد، بس مع زيادة منه، مع زيادة مرتبة العشرات بمقدار واحد جديد، وهو أصلا كان واحد فيصير اثنين. يعني بمعنى آخر 15 بالديسيمال اللي هي 15 بالديسيمال إيش قد تعادل بالنظام الأوكتال؟ تعادل 17 بالنظام الأوكتال. 16 بالديسيمال إيش قد تعادل بالنظام الأوكتال؟ تعادل 20. 17 بالديسيمال إيش قد تعادل؟ تعادل 21، وهكذا. فإذا دائما طريقة الحل إحنا اللي جاي أول شيء نباوع إن نقول إحنا النظام اللي جاي نشتغل به يأخذ الأرقام من الصفر للسبعة، ما عداه أكثر من هذا الرينج راح يصفر الآحاد، يرجع السيكونس تنعاد من جديد مع زيادة المرتبة التالية اللي هي مرتبة العشرات. بعدين إذا زيدت العشرات مرتبة مرة واحدة أزيدها أرجع مرة ثانية أزيدها مرتبة ثانية، وهكذا، وتنعاد المسألة من جديد. نفس الكلام تماما يطبق للهيكساديسيمال. الهيكساديسيمال إيش قلنا؟ قلنا يحسب من الصفر للخمستعش، يعني 16 بت، اللي هي من الصفر إلى الإف. ما بعد الإف، يعني ما بعد رقم 15، من أريد أجي أحسب رقم 16، رقم 16 من أريد أجي أحسبه بالهيكساديسيمال، ما أكتب 16 6 1 مثل ما إحنا متعودين، لا. إيش راح يصير؟ راح تنعاد العملية، راح يصير تنعاد الحساب من جديد، اللي هو يبدي من الصفر مع زيادة مرتبة العشرات، فيصير صفر بالآحاد وتزداد العشرات بمقدار واحد. بعدين هنا راح يصير واحد، هنا اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، إلى أن أوصل إلى الإف، إلى أن أوصل إلى الإف، ودائما مرتبة العشرات الجاي نشوفها هي عبارة عن واحد، إلى أن أوصل آخر رقم واحد إف، يعني هنا واحد ويم إف هالمرة. معناته شنو؟ معناته من أريد أنتقل إلى الرقم التالي رح يصفر من جديد الإف، رح يصير صفر، والعشرات تصير بدل ما واحد رح تصير اثنين، وهكذا. فيعني بمعنى آخر هسه لو أجي أريد أباوع على رقم على سبيل المثال 18 اللي هو بالديسيمال 18، إيش قد يكافئ بالنظام الهيكساديسيمال؟ يكافئ 12 اللي هو 1 2، ما ينقرض 12 وإنما هو 1 2 بالهيكساديسيمال. نظام الرقم 19 اللي هو 19 إيش قد يكافئ بالهيكساديسيمال؟ 1 3، ما ينقري 13، ينقري 1 3 بالهيكساديسيمال. 20 بالنظام الديسيمال، يعني رقم 20 بالحساب الاعتيادي اللي إحنا متعودين عليه، 20 بالديسيمال إيش قد تكافئ بالهيكساديسيمال؟ تكافئ 1 4 بالهيكساديسيمال. أتمنى تكون هاي يعني وضعية مفهومة بالنسبة لكم، شوية يجوز قد تلاقون بها بداية صعوبة، بس يعني إذا تركزون بها راح تشوفوها ما بها شيء، فشي بسيط. الباينري بقى عندنا آخر شيء، الباينري مكون من كم بت؟ مكون من 0 و1، يعني فقط 2، يعني العملية جاي تتكرر كل 0 و1، بس يصير 0 و1 تتكرر من جديد، 0 و1 وتتكرر من جديد، وهكذا. فهسه هنا أنا عندي من أريد أجي أحسب بالباينري، أول شيء 0 بالديسيمال يكافئ 0 بالباينري، الواحد بالديسيمال يكافئ الواحد بالباينري، ما عندي بي مشكلة. 2 بالديسيمال راح تصفر الآحاد وتزداد العشرات بمقدار مرتبة. بعدين راح يصير 3 بالديسيمال، راح يصير هذا 1 وبعدين هذا راح يصير 0. أوكي، إذا هسه قدرنا نحسب 0 و1 و2 و3. حتى أحسب 4 إيش راح يصير؟ راح يقول الآحاد والعشرات. هسه هنا شوفوا، هنا دائما هاي الجزء المئات دائما راح يصير 1، وهنا راح يصير أول الآحاد والعشرات راح يصير ممكن يكونون اثنيناتهم 0، ممكن يكون اثنيناتهم 1، أو ممكن يكون هذا 0 هذا 1، أو هذا 0 وهذا 1. فبالتالي راح أحسب 4 بتات أو 4 مراتب البقية، كل 4 سوية جاي تتكرر، بعدين راح تصير 0 3 صفارة، هذه 3 صفارة. فنفس الحالة، أما يكونون كلهم صفارة، أما يكونون أول واحد فقط 1، أو الثاني واحد هو 1، أو أول الأول والثاني، أو فقط الثالث، أو الأول والثالث، أو الثاني والثالث، أو الأول والثاني والثالث، مع الحفاظ على المرتبة الرابعة دائما تكون 1.
من أن أخلص من هاي المرتبة أريد أجي أحسب للمرتبة اللي بعدها، راح أضيف صفر بالآحاد ونفس العملية تنعاد، فراح يصيرون عندي 4 أصفار، فبالتالي راح يصير عدد الاحتمالات راح تزداد عندي أكثر، وراح تستمر العملية بنفس الطريقة، نفس الأسلوب راح يستمر العد بهالشكل هذا. فهاي شوي يحتاج لكم تتمرنون عليها، قد يجيكم سؤال مثلا احسب الرقم المكون من ما بين مثلا 8 إلى 18 مثلا بالنظام الأوكتال، فأريدكم تعرفون مباشرة شلون عملية التحويل من 8 إلى 18 شلون نحسب. مثلا أقول لكم حسبوا لي من 35 إلى 55 بالنظام الباينري، فلازم تتعلمون شلون طريقة الحساب، هي نفس الطريقة بس شوي رايد لها تريننج، يعني مجرد شوي واحد يتدرب عليها. وكذلك الحال هنا عندنا هوم وورك، مجموعة مسائل مطالبين بها، راح أعطيكم آلية الحل وراح تكونون مطالبين بها إن شاء الله بالأسبوع القادم. راح أشوفهم بها أسئلة متنوعة وبها من مثل هذه الأمور اللي تطرقنا لها في الحساب. أتمنى تكون اليوم المحاضرة مفهومة ونلتقي على خير وسلامة إن شاء الله.